أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى كاتيوشا الرئاسات تصل الحلبوسي بعد أيام من تسلل فصائل إلى القرمة. في الشرق الأوسط خام برنت يتخطى 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014. في ذا لوموند في غرب أفريقيا الجيش يستغل الشعور بأن النخب منفصلة عن المشاكل اليومية للعودة بالقوة. في القدس العربية الدوحة مباحثات تركية قطرية حول الملف الأفغاني. في ذا واشنطن بوست إذا اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية ستكون طويلة ودموية. في ذا نيويورك تايمز وضع نساء مسلمات في مزاد مزيف يقول الكثير عن التطرف الهندوسي. في عربي 21 بوريس جونسون يفتح تحقيقا في فصل وزيرة مسلمة. إلى أول المقالات، حيث كتب فارس الخطاب في العربي الجديد: ظهرت طبيعة العلاقة بين جماعة الإطار التنسيقي والقوى المنضوية في تحالف الصدر والعزم وتقدم والديمقراطية الكردستاني، ظهرت واضحة بشكل زاد من ضحالة الأساس الفكري والأيديولوجي لها عبر التصعيد في لغة التهديدات المتبادلة المشادات غير اللائقة وتحويل جلسة البرلمان الأولى التي عقدت بعد 3 أشهر من الانتخابات إلى مسرحية فوضوية. إلى المزيد. وشاهد العالم على شاشات تلفزيونية وقائع هذه الجلسة مهزلة مملة محبطة للشعب العراقي بكل طوائفه. بدأت بدخول نواب التيار الصدري وهم يرتدون الأكفان في ترميز إلى أنهم مستعدون تماما للموت في سبيل منع الالتفاف على نتائج الانتخابات أو تزوير القوائم الخاصة بالتحالفات داخل مجلس النواب، ثم الهتافات التي صاحبت الجلسة ومشهد ادعاء المشهدان أنه تعرض للضرب، على الرغم من أن صور التلفزيون الحية لم تثبت ذلك مطلقا. ثم اختتم المشهد بانسحاب نواب الإطار التنسيقي من الجلسة ومعهم نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لإعاقة موضوع اكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما لم ينجحوا به، فذهبوا بعدها إلى المحكمة الاتحادية لإبطال مقررات الجلسة بشكل كامل. فنحن اليوم أمام مشهد معقد وخطير، قاعدته رغبة شعبية عارمة في التغيير والإصلاح، وأدواته تيارات راهنت ولو بأقدار متفاوتة على إحداث ما يمكن إحداثه نحو الإصلاح الذي طالب به ثوار تشرين وقدموا من أجله تضحيات كبيرة. الكاتب فارس الخطاب ختم المقالة بقوله: إن الأهم إنهاء دور الميليشيات المسلحة بشكل كامل وبضمنها الحشد الشعبي وسرايا السلام، ليكون للعراق جيش واحد يحمي حدوده وقوى أمنية قادرة على ضبط الأمن والاستقرار في عموم البلاد. الآن إلى مقال في القدس العربي: العراق ما لم يتحقق بالانتخابات يفرض بالصواريخ. بعد انتهاء معركة الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة واكتشاف بعض التنظيمات على رأسها ميليشيات الحشد الشعبي أنها غير قادرة على فرض حكومة، لجأت قوى شيعية متضررة من النتائج إلى الانتظام في جسم عريض سمته الإطار التنسيقي. وأعلنت الميليشيات التي تشكل رأس حربة الرفض لنتائج الانتخابات إلى إعلان أن النتائج زورت، وأتبعت ذلك بمجموعة من عمليات الضغط عبر استخدام جمهورها الحزبي لإطلاق تظاهرات واللجوء للقضاء لإفشال قرارات الجلسة الأولى للبرلمان، كما لجأت إلى أكثر ما يعبر عنها وهو استهداف مقرات حزبية وشخصيات تنتمي لتيارات سياسية كردية وسنية. تقرير لصحيفة القدس العربي.
ضمن أساليب التعبير عن مواقفها لم توفر ميليشيات الحشد منذ ظهور قوتها العسكرية والسياسية أحداً، بمن في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي استهدف بمسيرات، والمنطقة الخضراء التي توجد فيها مقرات السلطات العراقية كافة والتي قصفت بالصواريخ، ومتظاهرو الحراك السلمي العراقي والناشطون السياسيون الذين وجهوا بالرصاص الحي والاختطاف والاغتيالات في إطار عملياتها الأخيرة المتعلقة بمنع تشكيل حكومة لا تأتمر بأوامرها. قامت الميليشيات باستهداف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله ومكاتب حركتي تقدم وعزم السنيتين ومقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد ومقر لإقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الأنبار، مما أسفر عن سقوط جرحى. رغم تمويلها من قبل الدولة العراقية، فمن المعلوم أن هذه الميليشيات تتلقى أيضا تمويلا إيرانيا، ولكونها مدفوعة بقوتها العسكرية وباختراقها لأجهزة الجيش والأمن قادرة تماما على تحدي السلطات التنفيذية والسخرية منها كما حصل بعد قصف مقر الكاظمي. فلا عجب أن تصبح زيارات رئيس فيلق القدس إسماعيل قاآني السرية تتوالى لمحاولة ضبط سير هذه الميليشيات التي يمكن أن يشكل جموحها وإحساسها بالقوة عاملين محرجين لإيران نفسها. جاء في التقرير ذاته، وضمن المواجهات السياسية بين طهران وواشنطن، لا توفر الميليشيات العراقية مناسبة لإعلان ولائها وانتظامها في السيناريو الإيراني المطلوب منها، وتكشف عن ذلك عبر إبقاء خيط المماحكة العسكرية مع القوات الأمريكية أو ما بقي منها في العراق. قال المؤرخ أفي شليم أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد إن إسرائيل لن تجنح أبدا إلى السلم، وحان الوقت لكي تعترف بريطانيا بدولة فلسطينية. وجاء كلامه بمقال نشره موقع ميدل إيست آي في لندن، أن بوريس جونسون وصف مرة وعد بلفور بأنه غير متماسك بطريقة مأساوية، ولأن إسرائيل تقول اليوم صراحة إنها لن تتفاوض على السلام، فهناك حاجة لكي تعيد بريطانيا النظر في سياساتها من النزاع. إن طبيعة الوضع الراهن جسدها تقرير أصدرته أخيرا منظمة حقوق الإنسان بتسليم بعنوان نظام تفوق عرقي يهودي من نهر الأردن إلى البحر المتوسط. هذا نظام تمييز عنصري. إن ورقة التين التي استخدمتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لإخفاء تحيزها الواضح تجاه إسرائيل، وهي أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي الحل من أجل التوافق على دولة فلسطينية قابلة للحياة، قد سقطت من أجل مناسبة الحاجات العرضية للسياسة الداخلية الإسرائيلية. وقال شليم إن عملية السلام التي دعمتها الإدارة الأمريكية قد تحطمت على صخرة إسرائيل الداعية للحرب في عام 2016، وبطرق ما فقد كانت العملية السلمية سيئة جداً أكثر من عدم قيمتها. فتحت غطاء المشاركة في مفاوضات السلام، واصلت إسرائيل مشروعها الاستعماري غير القانوني في الضفة الغربية، والآن وقد سقطت ورقة التين، فما تداعيات هذا على حكومة بوريس جونسون المحافظة؟ وقبل الجواب على هذا السؤال، أشار الكاتب إلى ملاحظة تاريخية واستدعاء حقيقة أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو صناعة بريطانية أنتجت في عام 1917. ويرى المؤرخ شليم أن على الحكومة البريطانية الاستماع إلى تصريحات لابيدا الأخيرة وأن تعيد تقييم سياستها بناء على هذا التصريح، وهي بحاجة لأن تستيقظ وتشم رائحة القهوة، وهي بحاجة كذلك إلى مواجهة حقيقية. إن السبب الرئيسي لهذا المأزق ليس الفلسطينيين، ولكن إسرائيل المولعة بالحرب، فالسياسة القديمة باتت في وضع رث، وهناك حاجة لسياسة جديدة، إنها سياسة الاعتراف بفلسطين التي لن تحل فقط النزاع، لكنها ستؤدي إلى حساب تاريخي بين بريطانيا وضحايا سياستها الفلسطينية.
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً للمعلق ديفيد إيغانتيوس، قال فيه إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لو اندلعت لن تكون قصيرة وستكون دموية وفيها أكياس موتى كثيرة. وقال إن الروس يتحدثون أحياناً عن جثث الجنود القتلى الذين يتم نقلهم إلى الوطن من خلال تعبير طائرة 200، وفي الحقيقة فقد نشأ هذا التعبير كما أخبر الخبراء الدفاعيون الأوروبيون الكتاب أو نشأ أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان عندما تم نقل الجثث من هناك إلى موسكو في توابيت مبطنة بالزنك. إلى المزيد. الحرب في أوكرانيا لن تكون قصيرة وليست خالية من طائرات نقل جنود الموتى، وستكون هناك تشنجات من القصف المكثف، وستضرب الصواريخ والمقاتلات الروسية العمق الأوكراني، وسترد كييف بقتل أكبر عدد من الجنود الروس المنتشرين على الحدود وبسرعة لتحطيم معنويات الروس وتعيد لهم ذكريات طائرة 200، وستكون هذه هي البداية. فالمسؤولون الدفاعيون في الولايات المتحدة وأوكرانيا يتوقعون معركة مرة قد تبدأ بانقلاب ينفذه الموالون لروسيا، وسيتخلل كل هذا معارك متقطعة ووقف إطلاق النار وخطط سلام تاركة وراءها بركان العنف يتقيح في وسط أوروبا. وكما هو الحال في أثناء الحرب الباردة، فانتصار الغرب سيكون من خلال الوحدة والصبر ورفض التنازل عن المبادئ. ومع أن المحللين يتوقعون غزواً برياً روسياً وزحفاً للدبابات وسط الشتاء القارص نحو الأراضي الأوكرانية، إلا أن العامل الحاسم في المعركة سيكون الغارات الجوية والقصف الصاروخي. رئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء الولايات المتحدة قالوا إنهم لن يرسلوا قوات لدعم كييف لأنها ليست عضواً في حلف الناتو، فالعالم سيقف خلف أوكرانيا لكنه لن يدعمها على خطوط القتال. وعند تفكير عن رعب الحرب القادمة، يجب على الولايات المتحدة التركيز لكي تنتصر في الحرب الطويلة وتتجاوز نكسات المرحلة الأولى منها. والأهم من كل هذا هو الحفاظ على حلف الناتو متماسكا وتجنب التنازلات الأولية ووقف النزاع بناء على شروط موسكو. إلى مقال الخامس وهو من صحيفة تايم وعنوانه وضع نساء مسلمات في مزاد مزيف يقول الكثير عن التطرف الهندوسي في الهند. نشرت مجلة تايم تقريرا عدته عصمة تارا تحت عنوان ماذا تشعرين لو كنت امرأة مسلمة، تباع بمزاد على الإنترنت من قبل الجناح المتطرف بالهند. قالت تارا إنه مع بزوغ فجر اليوم الأول من العام الجديد على نيودلهي استيقظت لأكتشف أنني وضعت في المزاد على الإنترنت وصورة لي مرفقة بعبارات صفقتك اليوم من بولي باي، وكلمة بولي هي كلمة مهينة تستخدم لوصف المرأة المسلمة وتعني خادمتك، وهي كلمة أخرى يستخدمها اليمين المتطرف بالهند للحديث عن المرأة المسلمة. إن المسلمين في الهند يتعرضون وبشكل متزايد للاضطهاد منذ وصول الحزب المتطرف بهارتيا جاناتا إلى الحكم عام 2014، وحرم المسلمون في عموم الهند من السكن، واستقال الفنانون المسلمون من عملهم بسبب تهديدات الجماعات الهندوسية المتطرفة. وفي كانون الثاني ديسمبر دعا عدد من قادة التفوق الهندوسي بمؤتمر استمر على مدى 3 أيام في ولاية أوتار خاند علناً لإبادة الأقليات، وحث منظم المناسبة الهندوسة على حمل السلاح استعداداً للحرب ضد المسلمين. وعقدت في نفس الفترة مناسبة نظمتها مجموعة هندو يوفا فاهيني التي أسسها السياسي الكاهن يوغي آدي تياناث، ويحرض علناً على كراهية المسلمين، وشارك في أداء القسم المئات الذين تعهدوا بتحويل الهند إلى بلد للهندوس فقط، وهتفوا قائلين سنقاتل ونموت لو طلب منا وسنقتل أيضاً.
وما يثير القلق أكثر هو أن الساسة الذين يثيرون نيران الكراهية في المجتمع لا يزالون أحراراً، وبعد كل هذا لم يكن هناك تقرير المعلومات الأول ضد عضو بهارتيا جاناتا كابل ميشرا، والذي أعطى الشرطة في نيو دلهي بشباط فبراير 2020 إنذاراً وطلب منهم فض التظاهرات في الشوارع قبل أن يتصرف بنفسه. في تقرير المنشور في مجلة تايم جاء أيضاً أن المتظاهرين كانوا يحتجون على قانون المواطنة المعدل والذي سهل حرمان المهاجرين المسلمين من المواطنة، وكان أسوأ عنف ديني تشهده الهند منذ سنوات، حيث قام الغوغاء الهندوس بالهجوم على المسلمين ما أدى إلى مقتل 53 شخصاً معظمهم من المسلمين. إلى المقال الأخير وهو منشور في صحيفة عربي 21 تحت عنوان بوريس جونسون يفتح تحقيقا في فصل وزيرة مسلمة، حيث أمر بوريس جونسون مكتبه بإجراء تحقيق في مزاعم إقالتها من منصبها في عام 2020، وتمت إقالة الوزيرة البالغة من العمر 49 من منصبها على رأس وزارة النقل في أوائل عام 2020، وزعمت أنه جرى إخبارها من قبل المسؤول عن الانضباط داخل حزب المحافظين بأن كونها مسلمة كان أمراً جرت إثارته كمشكلة، وذلك في اجتماعه بداونينغ ستريت، وأن وضعها كوزيرة مسلمة قد جعل زملائها يشعرون بعدم الارتياح، وأن هناك مخاوف من أنها غير مخلصة للحزب بما أنها لا تفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا. ومع تعمق الأزمة دعا المجلس الإسلامي البريطاني هيئة المساواة وحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل وتحديد إن حصلت خروقات بالقانون. وقالت رئيسة المجلس زهرة محمد شهادة نصرة غني حول الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين صادمة لكنها لا تثير الدهشة، وكونها عانت من هذا كامرأة مسلمة في هرم الحزب يعزز من طبيعة المشكلة، واستمرت الإسلاموفوبيا الممأسسة داخل حزب المحافظين ولوقت طويل بدون خوف من المحاسبة. وقال شوكة باتيل عضو التواصل الإسلامي والتنمية إنما تعرضت له غني لا يمكن القبول به، وأنها ضربت على وتر حساس داخل المجتمع المسلم وبخاصة النساء، ودعا حزب المحافظين للقبول بمصطلح الإسلاموفوبيا الذي اقترحته لجنة تمثل كل الأحزاب وتبناه حزب العمال عام 2019. وأضاف نريد من حزب المحافظين ترتيب بيته وتبني المصطلح، ونريد مراجعة مستقلة لمعالجة إسلاموفوبيا تحديدا، وهناك حاجة ماسة للتوعية داخل حزب المحافظين حول ما تعنيه كراهية الإسلام، ويجب أن تقدمه منظمات شعبية تعامل الحزب معها في الماضي. وبحسب عربي 21 يأتي تحقيق مكتب مجلس الوزراء الجديد في بريطانيا في بداية الأسبوع، وجاء في المقال أيضا قد يكون صعبا بالنسبة لرئيس الوزراء مع الانتهاء المتوقع لتقرير حول تجمعات في المباني الحكومية التي عقدت عندما كانت قيود فيروس كورونا لا تزال سارية. عقدت ابنة سلطان بروناي قرانها في حدث استمر أسبوعا وتوج يوم الأحد بحفل فخم في القصر السلطاني، وتزوج الأميرة فضيلة لوبول 36 عاما ابنة الملياردير سلطان حسن البلقية 75 عاما وهو أحد أغنى رجال العالم من الشاب العراقي عبد الله نبيل محمود الهاشمي. والعروس الأميرة فضيلة خريجة جامعة كينغستون هي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في مجال الرعاية الصحية، لكنها لا تزال بعيدة عن دائرة الضوء إلى حد كبير، وينطبق الشيء نفسه على زوجها الذي وصفته إحدى الصحف المحلية بأنه أجنبي وسيم لكنه ظل شخصية خاصة في الصحافة،
وذكر موقع الجزيرة أنه عراقي. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. دائما كونوا في رعاية الله.